نظرا لعدم حضور بودكة حسابات اللي غادي صادق على حسابات ديال الجمعية، أكثر تقررت بشي اجتماع إلى وقت من المسؤولية. هذا تهرب من المناقشة، هذا تهرب من واقع، هذا واقع ديال كرة القدم هنا في بني ملال. راه واحد الواقع راه متعفين. حنا جينا لهنا باش نكونوا مكتب من اي طرف، سواء من الطرف ولا هذاك الطرف، ولكن باش يتمنصوا الناس انهم ما يجلسوش في الطبلة وما يقعدوش، ولكن الوتيل ديال العصبة على انه هذاك السيد خصو حتى هو يهضر، حتى هو يقول الكلمه ديالو، بان هاد الناس راه تهرب من المسؤوليه. هذا تهرب من المسؤوليه، وهذا ارسال رجاء بني ملال لواحد النفق مسدود. حنا بغينا دابا نبداو في تندابات، نبداو في مدرعيب، نبداو في شحال ديال الحوايج. هما ولا هادو؟ حنا ما تنقولوش شكون اللي عنده الحق، هادو ولا هادو؟ ولكن هما ما بغاوش ينسحبوا بدون مبرر بان السيد راه ما جاش. سو حنا تنقول لك بان حنا نداول وليس نحق القرار اننا نوقفوا شي حاجه لا يمكن توقفوها، وهذا يعني قوانين منظمه هي اللي تتقول هادشي. انا الموقف ديالنا بان هذا افشال المخطط الديمقراطيه في رجاء بني ملال. جئت لأدلي بصوتي واسعى الى التغيير في مجال كرة القدم، إذ هاد الناس 4 سنين لم يقدموا شيء، والحاصلة هزيلة وواضحة للجميع. يعني إذ نتفاجأ بهذه المهزلة، تنجيو تيقول لك المسؤول المالي هذا غير موجود، هذه وحدة. ولكن أناشد الجهات السلطات باش هاد الناس ما يبقاوش يرهبونا السلطات. سيدنا نصر الله هو أعلى سلطة كاين في البلاد، أعلى سلطة نصر الله. راه حنا أمام القانون سواسية، لا يرهبنا أحد، لأن يعني السلطة معايا ولا ما السلطة ما معاياش. كيفاش السلطة معاك أنت وأنا ما معاياش؟ كيفاش؟ كيفاش بغيتيني نحس؟ كيفاش بغيتيني نحس وحنا في 2024؟ ولا بغاتهم السلطة؟ كيف بغاتك السلطة وأنا شنو؟ وشنو أنا أشنو؟ أنا ما غنبغيهاش وما يبغيها حتى واحد. وحنا في 2024 ونديها مهزلة، مهزلة بمعنى من فرنسا 3000 كيلومتر على اساس الاثنين رجع. دابا غادي نبقى تندوز ثاني لان 15 يوم باش ندوز ثاني جمع عام اخر. السيد الرئيس خبرنا بانه مدقق الحسابات ما جاش لطارئ. اعتقد بان هذه ماشي حجه قانونيه لتاجيل الجمع العام، لانه علاش؟ بانه الجمع العام المنخرطين لا يصادقون على التقرير المالي، تيسمعوه سواء ثم ان التقرير المالي راه عند الامين المالي، والماليه الحقيقيه ديال الفرقه كاينه في الجمعيه، في الشركه ماشي في الجمعيه. اذا هذا مبرر واهي. تهرب طبعا، تهرب طبعا، تهرب ماشي قانوني، وقلناها ليه. ولكن شنو غادي نديرو؟ راه ان الممثل ديال العصبه راه عارف بان هذا الشيء ماشي قانوني، ماشي مبرر. كان على الاقل هما ما يجيوش، وكان النصاب القانوني خصنا 24 ويأجلوا. كون قالوا لنا حنا بغينا نأجلوا، لقاو لهم حنا الحجه القانونيه حفاظا على الوجه ديال رجاء بني ملال. هذه الطريقه اللي دارت ماشي طريقه. شوف راه حنا توصلنا بالتقرير المالي، وانا تنعاود لك ان التقرير المالي كان ولا ما كانش، لانه ماشي الجمع العام، ما بقاش الجمع العام هو اللي تيصادق على التقرير المالي، ما بقاش. عاد يستمعوا يمكن يداول، ولكن المصادقه ما كايناش. معناه ان هذا ماشي مبرر لتاجيل الجمع العام. تنتمنى ولكن الا بقاو بهذه الطريقه ديال التدبير، انا نقول لك انه راه غادي نبقاو يتحملوا المسؤوليه ديالهم. راه حنا 20 شهر وتنقولوا لهم اجي نتوافقوا، شهر. انا ما بغيتش نقول حوايج اخرى، لان حنا ما انا شخصيا ما كنتش عارفهم شنو باغين. راه واحد الوقت تيقول لك راه السي جبران، انا السي جبران تلاقيت معاه قال لي ما بغيتش نكون رئيس.
انا قالها لي والله العظيم الا قال لي ما بغيتش نكون رأي. احنا عارفينه وحنا جاتنا المعلومه وراه قلتها واد السيده، قلت لي راه مدقق الحسابات غادي يقولوا باش ياجلوا. حنا في راسنا هذا القانون، رسالتنا هو انه راه رجاء بني ملال في خطر، خص حل، خص انقاذ رجاء بني ملال بهذه الطريقه. باش غادي برجاء بني ملال راه مشات.